دعاء الصفا. أبدأ بما بدأ الله ورسوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السعي، سبعة أجوات السعي: الحج أو العمرة إن كان محرما بها لله عز وجل، ثم يرتفع على درج الصفا ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.